مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج مواجهة نتابع من خلالها آخر التطورات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي والأزمة الخليجية المستمرة. طبعا تم إضافة الآن محاور جديدة وهي تصريحات ضحية خلفان باتهام دول المجلس والكويت تحديدا بدعم الإخوان المسلمين، وأيضا الزيارة التاريخية للرئيس الإيراني لسلطنة عمان والحديث عن مشاريع استراتيجية ضخمة بين عمان وإيران، مستقبل العراق مع إيران ودول مجلس التعاون أيضا سيتم مناقشتها بشكل أيضا موسع. أتشرف باستضافة الرئيس السابق لجمعية المحامين الكويتية الأستاذ رياض الصالح، حياك الله. حياك الله أستاذ عبد الوهاب. كما أتشرف باستضافة الأستاذ سعيد توفيقي الباحث في الشؤون السياسية، حياك الله فيصل، شكرا لتلبية هذه الدعوة. وأيضا سيكون معنا عبد الله بن حمد العذبة مدير تحرير جريدة العرب القطرية، ولكن بعد فاصل قصير. عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. البداية ستكون مع الأستاذ رياض الصانع. أبو حمد، حتى الآن يعني 10 أيام مع بداية توتر العلاقات الخليجية، سحب سفراء 3 من دول المجلس من قطر ويعني غيرها من التطورات، إلى الآن ما في هناك أي يعني أخبار جديدة تبشر بالخير أمانة. اللهم خبر واحد وهو عودة صاحب السمو الأمير إلى أرض الوطن، لعل وعسى يقود مبادرة جديدة لحل هذه الأزمة. والسؤال، من هو الطرف الخليجي الذي يجب أن يبدأ في تقديم التنازلات لحل هذا الصراع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين ابتداء نشكرك على هالاستضافة ونشكر المحطة الغراء محطة الوطن. والحقيقة هذا موضوع اليوم مع وجود صراع الاقتتال على الهوية في دول الجوار وفي الدول العربية وتزايد عملية الردود والانقسامات باسم الدين وتأجج هذا الموقف سواء في سوريا التي لا زالت تدمي أو في لبنان أو في العراق وانسحاب هذا الأمر إلى الأمة العربية في مصر، ولد ردود فعل تستوجب أن يكون هناك نوع من المكاشفة والمصارحة ما بين أقطاب المتصلة في الجسم العربي اللي هو دول مجلس التعاون. الحقيقة كل اللي مفهوم في الأمر أن اليوم نظام جماعة الإخوان المسلمين هو نظام تأسس على يد الشيخ حسن البنا وما يسمى بالشهيد، وكان هذا في عام 1928 واستمر فترة إلى أن انتقل إلى عدة مراحل وانتهى في فترة من الفترات بوفاته، ثم دخل نظام جديد وهو ما يسمى بتتبع أو استمرار النشاط على يد السيد أو سيد قطب. سيد قطب كان له أطروحات تكفيرية كثيرة أدت إلى وجود جماعة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة، وهي جماعات تحاول أن تفرض عملية النشر أو ردود الفعل بالشيء المسلح. نحن في الخليج يمكن بعيدين عن هذا التزاحم الدموي الموجود في المحيط العربي، ولكن هناك اتصال وتقارب ما بين هؤلاء الجماعات قد تؤثر سلبا على العلاقات الخليجية. المفهوم من النزاع الخليجي بأن دولة قطر الشقيقة بأن هناك ميول لها في دعم نشاط الإخوان، وإن كان دعم مادي أو دعم معنوي أو اتصال، هذا أدى إلى هواجس وردود فعل كبيرة لدى بقية دول المنطقة وفي مقدمتها الإمارات العربية الشقيقة التي تعتبر إمارة دبي كإمارة حاضرة وكترانزيت جديد للعالم
تقدم صورة حضارية جديدة يقصدها القاصي والداني. ولهذا أن أي طرح فكري مرتبط بعمل سياسي، يعني طرح ديني مرتبط بعمل سياسي، يرون بأن هذا يقوض النظام لديهم ويؤثر سلبا على الثورة والتقدم الموجودة في الإمارات. والحقيقة تحضرني يعني مسألة، يمكن من يعني اليوم حتى النشاط اللي مثلا اتبع النشاط الوسطي اللي هو نشاط اللي يبتدي من أيام حسن البنا في عملية الدعوة والتوسيع، هو يجد فيه هاجس في الإمارات في دبي. ويمكن تحضرك قضية الطلبة الثمانية اللي تم فصلهم لما حاولوا ان هم في الشارقة ينشؤون فرع لاتحاد المسلمين. نعم، بس ارجع على حق سؤالي ابو حمد، من الطرف اللي لازم يبدأ في تقديم التنازلات؟ سؤالك طال عمرك، احنا يجب ان نكون كجسم واحد في مجلس التعاون الخليجي، سواء في الام الاكبر اللي هي المملكة العربية السعودية او بقية دول مجلس التعاون، يجب ان نتكاتف بما يحقق مصلحتنا جميعا. نعم. ونعطي الاولويات لمصالحنا ولمصالح شعوبنا الخاصة. ولهذا انا ارى بان اليوم اي طرف يشوف انه هو قد يؤثر سلبا على اخوه او شقيقه في دول مجلس التعاون، وان هذا النشاط يعني يكفي ان احنا حتى دينيا نقول الاقربون اولى بالمعروف. فاذا انا اشوف ان هذه الجماعة او اذا ان هذا النشاط الفكري او الديني او العقائدي يؤثر سلبا على باقي ابناء المنطقة وباقي نشاطاتهم وباقي تضامنهم، يا سيدي بلاش منه، نخفف منه ونبعد نفسنا عن عملية الدخول في صراعات حتى لا ننقل ولا نسيء الى الامن القومي الخليجي والارتباط والاهداف المأزعومة، ولا نؤثر سلبا. يعني انت تصدق كل ما يقال بان قطر تدعم جماعة الإخوان المسلمين؟ انا لا اوجه اتهام ولا اصدق ما قال. انا اقول ان احنا نجلس على طاولة واحدة، واذا كانت قطر وادارتها الشقيقة حريصة على الجسم التعاون، يجلسون ان شاء الله الرؤساء وفي مقدمتهم ابونا ابو الدبلوماسية الشيخ صباح الله يحفظه ويرعاه، ويشوف وين مصدر الزعل، وين مصدر الاثر، ونتباحث. يا سيدي اذا انتم يا قطر لكم موقف معين يؤثر على الباقي. شكرا استاذ رياض، راح ارجع لك على هذه النقطة. انتقل الان الى الاستاذ سعيد توفيقي الباحث في الشؤون السياسية. من هو الطرف الذي يجب ان يبدأ في المبادرة وان يقدم التنازلات لحل هذه الأزمة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلني للحق وأهلي نصيرا، ولا تجعلني للباطل وأهله ظهيرا. عبد الوهاب، أنت تتكلم، أنا أتكلم الآن في غياب معلومات مهمة، يعني أنا أتكلم كمتابع، لست مسؤولا، يعني أظن أن هناك معلومات موجودة لدى الحكومات، حكومة السعودية والإمارات والبحرين، قد لا تكون موجودة لدي أنا. لكن من يتقدم بالمبادرة، أنا لا أسمي التنازل، يعني ككويتي لا أقول والله الذي يتقدم ويبادر هو تنازل، لأن كلمة تنازل راح يخلي أن الطرف الذي يريد أن يتقدم يحجم عن ذلك. لأن كلمة تنازل شوي كذا، إحنا بوهاب، أنا ككويتي أتكلم يعني، وأيضا أخ رياضي شاركني في هذا الشيء، أنا أفق تفكيري السياسي أوسع من أفق تفكير السعودي أو الإماراتي أو البحريني، لأني أنا شفت كارثة اللي هي كارثة الغزو، كارثة الاحتلال اللي كنا نشوفه إحنا ككويتيين، الجنود العراقيين أمامنا، الدبابات والطيارات، من قتل أشفنا أشياء كثيرة. كانوا دول الخليج، دول مجلس التعاون الخليجي، قطر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان، بعد الله سبحانه وتعالى أملنا ورجاءنا. وكان إخواننا الخليجيين القطريين والسعوديين والإماراتيين والبحرينيين والعمانيين، ليس فقط على كلمة واحدة وموقف واحد، إنما على نفس واحد. وهذه ترجمة الملك فهد رحمة الله عليه حينما قال إن والله الآن ليست عملية السعودية أو الكويت، يا نعيش سوا يا نموت سوا. وهذا كان لسان حال كل زعيم وكل مواطن خليجي.
أنا عبد الوهاب لا أريد الآن في هذه الفترة أني أنا أقول والله هذا اللي غلطان وهذا اللي غلطان، لأن هذه العملية لا تؤدي إلى نتيجة. علينا، أنا لست أنا في مقعد القطري لأهاجم الإجراءات التي اتخذتها السعودية والبحرين والإمارات، كذلك لست في مقعد السعودية ولا في مقعد البحرين ولا في مقعد الإمارات لأهاجم قطر، رغم أنني أمانة أشعر بالأسف لكثير من السياسات التي اتخذت قطر خلال السنوات السابقة. ونحن كنا أمانة وكل يعني ليس معلومة جديدة، كنا نحن أول من تعرضت له قناة الجزيرة بالإساءة. ليس يعني ليس الإخوان المسلمين، هذيك الأيام ما كان قضية الإخوان المسلمين تطرح في الجزيرة، الخلاف اللي أو السياسة الجديدة الإعلامية التي اتجهتها القطر في ذيك الفترة. في 97 تأسست الجزيرة، أول حلقة أخ رياض لم تكن على الإخوان المسلمين، لا تأييدا ولا معارضة. أول مقابلة في أو في برنامج الاتجاه المعاكس، إذا جاز لي أن أستخدم الأسماء، اتجاه البرنامج، أول حلقة كان عن العراق، وضع في العراق. طبعا لأن ذيك الأيام موضوع العراق كان ساخن، كان استضافه معارض عراقي ومؤيد لصدام، وهناك كان شخص أردني الجنسية وفلسطيني الجنسية في لندن، كان هجوم لاذع على الكويت، كان هجوم لاذع على الكويت ورمز البلاد في ذاك في تلك الفترة، الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه. هذه الأشياء، وإحنا في ذيك الفترة عبد الوهاب أيضا الحكومة أوفدت الشيخ سعود ناصر الصباح إلى قطر، إلى أمير قطر الشيخ حمد، بأن والله نوع من الاحتجاج أو استياء، كان رد سموه سمو أمير قطر في ذيك الفترة الشيخ حمد هذا إعلام. وفعلا إحنا مع الأيام الكويت لم تبادر في أي اتجاه. الآن أنت تقول لي والله من هو الشخص أو عفوا من أي دولة اللي يجب أن تتنازل، أنا أقول هالأشياء لا أكيد بالتأكيد لا تكون على العلن بالتأكيد، كما يعني الكل يعرف، الكل حتى في دول الخليج كانوا ناطين قدوم صاحب السمو الله يحفظه، لأنه هو الذي يعني ممكن أن يعني من غير ما نقول والله الطرف يتنازل. لكن هل السؤال أيضا عندما أقول والله أن صاحب السمو الشيخ صباح الله يحفظه سوف يتدخل، المسألة ليس فقط أن التدخل، هل الظروف مهيئة حتى يتدخل؟ وإحنا داخلين على قمة عربية بعد كم يوم، يعني هذه القمة قد تكون فرصة لتنقية الأجواء، وقد تكون يعني لا سمح الله تصاعد في حدة الخلاف بين الدول الخليجية، اللي احنا بكل تأكيد ليست في مصلحتنا احنا ككويتيين وليست في مصلحة اي خليجي. واضح هذه النقطة. انتقل الآن الى الأستاذ عبد الله بن حمد العذبة، مدير تحرير جريدة العرب القطرية. حياك الله أستاذ عبد الله، وشكرا على تلبية هذه الدعوة. وسؤالي الأول لك، يعني صار لنا اكثر من 10 أيام ولا يوجد هناك أي مؤشرات أو بوادر لإنفراج الأزمة الخليجية، ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها دول مجلس التعاون لحل هذه الإشكالية؟ أحييك وأحيي الضيوف الأعزاء لديك في الاستديو، وأحيي أهلنا في الكويت الغالية وطن النهار، كما أهنئكم بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بعد رحلة العلاج التي والله الحمد تكللت بالنجاح. وأعتقد بأن الشيخ صباح الأحمد بصفته أكثر الرجال المعروفين بالحكمة في الكويت والخليج قادر على أن يبادر بطرح الحلول المتعلقة بهذا الأمر، خصوصا وأن الكويت بحسب وكالة الأناضول قررت بأن تلعب دورا مهما، وهو أن تلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون. ولا أعتقد بأن كما تفضل يعني زميلي قبل قليل بأن هناك دولة يجب أن تقدم أي تنازلات، أنا أعتقد بأن الشيخ صباح الأحمد قادر على أن يستمع للجميع وأن يقدم وجهة نظره ويسمع من كل الأطراف. وأنا على يقين بأن إذا اجتمعت قطر والسعودية سيصلون إلى أرضية مشتركة الوصول إلى حلول بالمسائل المتعلقة بهذا الأمر. نعم أستاذ عبد الله، قطر والسعودية جمعهم الشيخ صباح في قمة الرياض، ولم يعني تأتي هذه القمة بنتائج إيجابية، فهل تتوقع القمم القادمة ستكون يعني بنتائج أفضل؟ أنا أعتقد بأن يجب أن تكون هناك مكاشفة، كما أن القمة يعني سمعنا الكثير من التفسيرات والتأويلات لها، وأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله قد قام بالتوقيع على
التزام معين. في الواقع هذا الالتزام هو التزام وقع عليه جميع قادة مجلس التعاون، وليست دولة قطر من وقعت منفردة عليه بأي شكل من الأشكال. نحن أمام منظومة كونفدرالية تجمع دول مجلس التعاون، والجميع يعمل من خلال منظومة معروفة. وأعتقد أن الخلافة حدث حول مسألة تطبيق الآلية فيما بعد، بعد هذه القمة التي في الرياض حدثت المشكلة حول الآلية، وبصفة أن الكويت هي رئيسة الدورة الحالية كان ملقا على عاتقها أن تضع آلية معينة لتنفيذ ما اتفق عليه قادة دول مجلس التعاون. وهذه يعني الأمور التي حدثت في الرياض. نتمنى الآن بعد عودة الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه بأن يحدث التقاء، وأعتقد بأن هناك الكثير من التواصل بين سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه الشيخ صباح، وأعتقد بأن الشيخ صباح قادر على تقريب وجهات النظر. نعم أستاذ عبد الله، هل ممكن بأي حال من الأحوال أن يعني تتراجع قطر من خلال الدعم سواء كان إعلاميا أو معنويا أو ماديا لحكم الإخوان المسلمين في مصر، إذا كانت قطر بالأساس تدعم هذه الجماعة؟ ثاني أعود إلى الوراء قليلا. طبعا بعد زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأولى كانت للسعودية، ثم قام بجولة خليجية ابتدأها بالشقيقة دولة الكويت، وبحكم أن يعني كرد الجميل والواجب الذي قام به الشيخ صباح الأحمد عندما كان هو أول حاكم خليجي يهنئ الشيخ تميم بن حمد بمناسبة توليه للحكم وبايعة الشعب القطري له، ثم قام أمير قطر بجولة خليجية تعكس مدى حرصه على منظومة مجلس التعاون، ثم بعد زيارة الكويت ذهب إلى البحرين وبعد ذلك إلى عمان. وأثناء تواجده في الإمارات للأسف تم التطاول عليه وعلى شوفات سمو الأمير، وتم التهجم عليه بأسلوب يعني تشبيح ومن أشخاص معروفين ونعلم أنهم مدعومين لم يتحلوا بمروءة جاهلية ولا هذه إسلام للأسف، مع أن هذه هي أول زيارة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني للإمارات، ولم نكن نتوقع نحن كقطريون أن يتم استقباله بهذه الطريقة. ولا أعتقد أن مثل هذه التصرفات ستعمل على تقريب وجهات النظر بأي شكل من الأشكال. ومسألة الدعم قطر للأخوان هذه مسألة فضفاضة، فبالأمس القريب قام ضاحي خلفان باتهام الكويت بأنها هي الممول الأكبر للأخوان المسلمين، ولم يكتفي باتهام دولة قطر، وهذا دليل على أن موقف الكويت الذي لم ينحز لأحد وأرادت أن تلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر يبدو أنه غير مقبول من بعض الأطراف وليس من دولة قطر. نعم واضح هذه النقطة أستاذ عبد الله، راح أرجع لك إن شاء الله. أنتقل الآن إلى أستاذ رياض الصانع. يعني القطريون يرون بأن قطر لا تدعم جماعة الإخوان المسلمين، قطر لا تدعم أي جهة تهدد الأمن القومي لدول مجلس التعاون وخاصة الإمارات السعودية والبحرين، وكل يعني وأيضا يؤكدون بأن قطر دولة ذات سيادة لها الحق في رسم سياستها الخارجية بدون إملاءات من 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 الخارج سواء كان دول التعاون أو غيرها، في ظل يعني عدم التفاهم في هذه الجزئية وبدون يعني أدلة واضحة بين كل الأطراف أنهم يقدمونها، هل في هناك أو ممكن لو قادت الكويت مبادرة لحل هذه الأزمة أن تنجح؟ ابتداء يعني أنا سعيد لتواجد الأخ عبد الله الهدبة معانا، العذبة ونرحب معه ونرحب فيه، وصراحة أنا سعيد في طرحه وأسلوبه يعني التفاؤلي، يعني يكفي إنه ويعني مثل ما تقول يشجع على إن شاء الله إن هاي الغمامة تزول. الحقيقة قضية أن اليوم صراع الاقتتال على الهوية باسم الدين هذا أمر ما حد يقدر يخفيه، داعس ما داعس ما يشلون بالعراق بسوريا إلى وفي مصر يعني الاحتدام وصل إلى أشدة، وكل الفكرة أنه يعني حتى في البيت الواحد اليوم
داخل الأسرة الواحدة تجد شخص أو شقيق يؤيد هالجانب أو يتعاطف مع هالجانب وشقيق يتعاطف مع الجانب الآخر. في ناس تتعاطف مع خط الإخوان في مصر واللي قاعد يصير في مصر، وفي ناس تتعاطف مع النظام ومصلحة الوضع العام داخل مصر. هذا الأمر اليوم باعتبار أن الخليج يمكن هي المنبع الرئيسي لعملية دعم ومناصرة الشعوب العربية، خلى أن هناك في تفاوت في وجهات النظر. هذا التفاوت اليوم أنا يمكن أساعد ألف أو أساعد باء، يمكن صحيح أني أنا لما أساعدك مو معنى هذا أني أنا تبنيت سياستك أو أني أنا مثلا فكري فكرك، ولكن الفكرة اللي مطروحة اليوم أو الوضع اللي مطروح هو اللي إحنا نشوفه الصح. واللي أنا أقوله يعني لما قلنا إحنا لما تفضل الأخ عبد الله وقال الكويت، الكويت ما أنكرت، يعني رئيس الوزراء نفسه يقول كاتب لن نسكت على أي متورط من الإخوان. وبنفس الوقت قال إن في اثنين تم تسليمهم، وهذا تصريح رئيس الوزراء وهذا تصريح ثاني. إذن عملية وفي جماعات دينية موجودة في الكويت تدعم الإخوان، هذا ما حد يقدر يخفي، ويمكن اللي موجود في الكويت موجود في قطر، موجود حتى في الدول الأخرى، يمكن حتى في الإمارات موجود. إذن الموضوع المطلوب أو الفكرة المطلوبة في مثل هذا الأمر إن إحنا كنظم وكمنظومة خليجية يجب أن تتواجه هذه القيادات وأن تصل إلى سياسة محددة تحقق صالحها. اليوم أعطيك مثال، إذا أنا أشقاء اثنين مقتتلين أو يتقاتلون، يمكن تلاقي أخو إخوان وأخو مع السيسي أو مع النظام، فأنا إذا أنا بعطي هذا وأنت بتعطي هذا، فإذا راح القتال راح يتم مستمر، وإذا إحنا ما نجحنا وممكن مثل ما يقول العيار اللي ما بيصيب بيدوش وراح ينتقل عندي وعند غيري وعند غيري. واليوم الآفة ماشية، بدت من ليبيا وانتهى وبتونس وقعدت تستمر تحت مسمى ربيع عربي، وهي قضية إن أنت تقول إن المذهب الفلاني وهذا يقول المذهب الفلاني، وإذا القضية ما راح نخلصها شكل ولا، وتحطمت هذه الدول العربية وتحطم نظامها وتحطم. ما نبي الصورة تنتقل عندنا في الخليج إلى هذا الوضع، يعني نترك الاعتقاد للأشخاص، كل إنسان يعتقد في نفسه، ولكن فرض الاعتقاد على الغير وضرب نظام الدولة المدنية تحت مسمى سياسة ربط سياسة الدين بالدولة، هذه قضية بدت خطيرة عرضت أمن الوطن العربي إلى مشاكل نحن في غنى عنها. ومثل ما أنت عارف اليوم صحيح حركة إخوان المسلمين كانت هي في بداية يعني بداية الحركات الإسلامية، ويكفيك تصريح الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في مقابلته لما قال إن مشاكلنا وفرازاتها كلها سمها كما شئت جاءت من حزب الإخوان، وأقولها بحكم مسؤوليتي، هذا الحزب دمر العالم العربي. هذا رجل مسؤول أمير تحت إيده معلومات كثيرة، وطبعا يقصد أن هذا الأمر يمكن صحيح أن في كثير من الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معهم، خصوصا إحنا في الكويت يعني عندنا الإخوان المسلمين يعني بدايتهم هي بداية إصلاحية، بعض منهم يعتمد على الوسطية، هدفهم المساهمة في العمل الخيري، ينتمون إلى مثلا جماعات من مشارب المجتمع المختلفة، وكلهم يشهد لهم بالبنان والتقوى والإصلاح، وشخصيات لها كيانها. ولكن وضعنا في الكويت يختلف عن الوضع الثاني، ليش؟ لأن الحكومة أو السلطة تعاملت واحتضنت هذا الفكر الديني الوسطي، وبل إن هي سلمتها زمام الأمور في كثير من الأوقات. واليوم يعني جماعة الإخوان أو المتعاطفين معاهم باستثناء بعض المجاميع اللي ظهرت بالفترة الأخيرة بنبرة عالية، هذه اليوم
محل اعتماد كلي من السلطة، اعتمدت عليها اعتماد كلي، وبالعكس هم ساهموا في دعم وهدوء الأمر مع السلطة. وصحيح بالفترة الأخيرة يت بعض المجاميع اللي هي مثلا تكون شرسة، ولكن لا زال الوضع مختلف. واضحة هذه النقطة. محمد راح أرجع لك أنا إياها، بس أبي أسمع رأي الأستاذ سعيد توفيقي على هذه الجزئية، خاصة موضوع جماعة الإخوان دمروا العالم العربي، ربط الدين في السياسة، الاقتتال باسم الدين، وغيرها من هذه الاتهامات. نعم. كيف ترد عليه؟ نعم، أول أتكلم عن الخلاف القطري السعودي، لأني أنا يعني برأيي إن ليس برأيي يعني حقاقة هي تتجاوز بكثير، إن والله الإخوان المسلمين أو إن والله الإخوان المسلمين هما السبب في التوتر بين السعود، على الأقل بين السعودية وقطر. ربما يكون الإمارات عندهم نظرة لإخوان المسلمين بأنهم شاركوا في محاولات زعزعة الاستقرار بالإمارات، لكن أنا أعتقد الخلاف السعودي القطري يعني كما أقرأ يعني عبد الوهاب قبل يومين أصدر معهد الدوحة للدراسات الاستراتيجية، هذا معهد موجود في قطر، وأعتقد أنه يعني معهد يمثل إلى حد كبير رأي الرسمي في قطر، رأي الدولة، بيان أو عفوا دراسة فيها الكثير، تطرقت دراسة لكثير من أوجه الخلاف بين السعودي وقطر. يعني القطريين يرون أن خلافهم مع السعودية بدأت قبل، يعني ليس مجرد مع الثورات العربية أو الربيع العربي. أنا قد أختلف معك، يعني إحنا أنا أمانة جدا مستاء حال لحال كثيرين من الدول من نتائج الربيع العربي، لكن أنا ما أقول والله أن الربيع العربي شيء سيء، دون أن أحمل الحكومات التي حكمت الدول العربية على مدى عقود، وكان الحاكم هو عبارة عن يطبق مقولة أنا الدولة أنا ومن بعد الطوفان، يعني عقود هذه الحكومات هي التي سببت أن تكون المجتمعات العربية هشة لا تتقبل الديمقراطية، وليس هناك على الأقل نظام للدول العربية أفضل من الديمقراطية، وإلا يعني راح نكون مع الذين يرحبون بعودة الدكتاتورية. عبد الوهاب أسباب الخلاف مثل ما قالوا القطريين هي قبل، ها أنا أقرأها، قبل قيام قناة الجزيرة بيعني سياسة الإعلامية موجودة، إن والله السعودية، يعني هذا كلام قطريين ليس كلامي، ها إن السعوديين شاركوا في محاولة انقلابية في قطر بدعم من بعض السكان، تكلموا عن خلافات حدودية، تكلموا عن أشياء، تكلموا عن موقف إن خلاف بين السعودية وقطر على حرب تموز، حرب الإسرائيلية في لبنان. القطريين يرون أن القطريين انحازوا إلى المقاومة، وأن السعودية اعتبرت أن هذا الحرب التي شنتها إسرائيل بخطأ من المقاومة أو من حزب الله. يعني خلافات أعمق بكثير أخ رياض من الإخوان المسلمين. أنا ما أدري ليش، يعني مرة ثانية أجد نفسي عبد الوهاب مثل ما أنا كنت قبل 3 أشهر لما قلت أني أنا لا أريد أن أدافع عن الإخوان المسلمين، لأني أنا لم أكن في يوم من الأيام من الإخوان المسلمين، لكن أن أرمي، يعني واضح أن هناك التوجه بأن يرمى كل مشاكل اللي إحنا نعانيها في مجتمعاتنا إلى الإخوان المسلمين. والله لو كانت هذه المشاكل بسبب الإخوان المسلمين نقعد أنا وياك نحلها، مو معقول. الآن يعني أنا أتكلم وأنا ما يهمني أخ رياض، لأن أنت تطرق لشغلة الآن ككويتيين، خلينا لندع يعني بالنهاية السعوديين والقطريين والبحرين أهلنا، لكن أنا ضد أن نستورد أزمات. يعني الحين لما كان صار في خلينا نقول والله اللي إزالة حكم إخوان المسلمين وحكم مرسي، أنا كنت أقول مرسي منتخب، لا أقول أنني أيده أو أن هذا صح، لأني أقول نتنياهو منتخب، هل أنا مع نتنياهو؟ أقول شمعون بيريز كان منتخب، هل أنا مع إسرائيل؟ أنا أسمي الأشياء بمسمياتها دون ما أن أقول والله هذا الصح والغلط، أنا لم أنتخب مرسي حتى تحاسبني، لكن أنا قاعد أقول لك أن والله لم كان في هناك فتنة ونار كان علينا أن نطفيها، لأن مصر تهمنا كلنا، نجمع كلمة المصريين وألا نستوردها. الآن استوردناها بالخليج، الآن أنا على الأقل يجب أن لا أستوردها في الكويت. هذا ليس رأيي لأني أنا أتعاطف مع الإخوان المسلمين. عبد الوهاب أنا قلتها عندك في أول أسبوع من شهر يناير، افتتاحية القبس في 30 يناير، يعني قبل شهرين أو شهرين، ممكن الكل يرجع لها. افتتاحية القبس كان عنوانها لا لحل جمعية الإصلاح، هل افتتاحية القبس تتكلم أو تتعاطف مع إخوان المسلمين وما إلى ذلك؟ راح أرجع لك أبو فيصل. بخير أبو حمد، أنا عندي اتصال الآن من النائب عبد الله التميمي عضو مجلس أمة، حياك الله أستاذ عبد الله، وسؤالي لك كيف يعني سيتحرك مجلس الأمة مع تصريحات طاحي خلفان الأخيرة والتي يعني اتهم فيها الكويت وبعض الجماعات داخل الكويت بتمويل الإرهاب،
وتمويل الإخوان المسلمين. مساك الله بالخير أخوي عبد الوهاب، أمسي عليك وعلى ضيوفك. حياك. طبعا احنا في الكويت، يمكن تتذكرون لما في مصر تم تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أو جماعة إرهابية، نحن في الكويت يعني نرفض جملة وتفصيلة أن نتهم جماعة إخوان المسلمين في الكويت بأنهم إرهابيين، لأن الإرهابي هو من يستبيح الدماء، الإرهابي هو من يحاول أن يصنع المفخخات ويفجر بالناس الآمنين، ولكن نحن خلافنا مع الإخوان المسلمين في الكويت على أسس ومبادئ يعني لربما تكون دستورية أو من أصل القناعات. نعم، هناك دولة الإمارات العربية المتحدة لديها يعني مبرراتها وأسبابها باعترافات جماعات إخوان المسلمين، خلايا نائمة كانت في الإمارات متمول من أموال كويتية. خلينا نكون واضحين وصريحين أكثر، إخوان المسلمين في الكويت أو نقدر نقول جماعة إخوان المسلمين أو حركة الحدث أو ما شابه ذلك، هي الأنشط في منطقة الخليج العربي بحكم أنها تحت مظلة ديمقراطية وغطاء ديمقراطي دستوري يكفل لها حرية الممارسة السياسية وممارسة التعبير عن الرأي. وأيضا الإخوان المسلمين في الكويت ذو أصحاب أموال، وأيضا ناس لهم باع طويل في العمل الإخواني على مدى عقود من الزمن، ولكن نحن أيضا يعني كما نقول البينة على من ادعى، لا نستطيع أن نرمي التهم هنا وهناك جزافا، ولكن أيضا نرفض من الإخوان المسلمين في الكويت التدخل في شؤون الدول الأخرى سواء الدول الخليجية أو أي دولة أخرى. نرفض أن تكون هذه الأموال التي تجمع من أجل الأعمال الخيرية والإنسانية أن تذهب إلى تنظيمات سياسية سرية من أجل الانقلاب. خلينا نكون أيضا يعني انكشفت الأوراق كلها، وبعدين اغتيال أنور السادات في الثمانين، هذا دليل واضح أن الإخوان المسلمين يسعون إلى السلطة، لأن يتوفر عندهم مقومات كثيرة، يتوفر عندهم المال والتنظيم والقواعد الشعبية، فأيضا الباقي أن يوصلون إلى السلطة. هنا في الكويت عندنا في توغل الإخوان المسلمين في جميع مناحي الدولة وفي مؤسساتها، وأصبحوا أصحاب نفوذ وفي القيادات العامة في الدولة، ولكن أيضا يعني هناك كان حراك في الشارع الكويتي قبل فترة كان ينم عن نفس انقلابي، وبيانات كانت تصدر من الإخوان المسلمين كان فيها نفس يتعارض مع النظام في الكويت، ونحن رفضنا جملة وتفصيلة، بل تصدينا لهم سواء عبر وسائل الإعلام أو كل حسب موقعه. أمانة يعني أنا لا أريد أن أكون عنيف على الإخوان المسلمين بقدر ما أنا أقول أنهم هم يسعون إلى السلطة سواء في الكويت أو في مصر أو في سوريا أو في الإمارات، كباقي لربما التنظيمات الأخرى، ولكن لا أستطيع أن أصنفها إرهابية لأن كلمة إرهاب جماعات إرهابية هذه كلمة غليظة جدا وذات أبعاد كثيرة، من الصعب في مكان أن نتهم هذه الجماعات في هذا الشيء. نختلف معهم فكريا، نختلف معهم من حيث المبدأ، نرفض يعني أن يسيل لعابهم من أجل السلطة ومن أجل الانقباض على السلطة، نرفض هذه الأمور جملة وتفصيلة، وأيضا نرفض كل تدخل من هذا. نحن كسلطة تشريعية وكسلطة رقابية يعني لدينا أدواتنا ووسائلنا، لربما نذهب في أن يتم حظر نشاط هذه الجماعات إذا كانت هذه الجماعات لها ضرر داخلي، وأيضا يعني تعمل لنا خصومة مع جيران ومع دول صديقة ودول شقيقة في المنطقة، فأيضاً هذا من جانب نحن يكون لنا موقف، ولكن حتى هذه اللحظة مجلس الأمة لم يتحرك في هذا الجانب لإيماننا بأن يعني نشاط يكفل لهم الدستور أن يمارسوا نشاطهم السياسي. نعم، واضح تكون هناك. نعم واضح هذه النقطة، كل شكر لك أستاذ
عبد الله التميمي عضو مجلس الأمة. راح أرجع لك أنا أبو حمد، لكن عندي فاصل قصير أخذه وأرجع مرة. عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. انتقل مرة أخرى إلى الأستاذ عبد الله بن حمد العدوي في قطر، مدير تحرير جريدة العرب القطرية. أستاذ عبد الله، برأيك ما هي المواقف القطرية خاصة في الشأن الخارجي التي يعني فسروها دول مجلس التعاون بأنها تهدد الأمن القومي لتلك الدول برأيك؟ دعني أولا أن أعقب على الأستاذ عبد الله التميمي النائب في مجلس الأمة الكويتي. لا يستطيع أحد أن يصف الإخوان المسلمين أو أي جماعة إسلامية أو غير إسلامية بأنها إرهابية لأنها تسعى للسلطة، لأن لدينا هناك ليبراليين وقوميين وغيرهم واشتراكيين وغيرهم من التيارات الفكرية التي يحق لها أن تدخل المعترك السياسي الديمقراطي وتصل إلى السلطة. فلماذا يجب يعني علينا أن نقوم بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كإرهابيين؟ أنا هنا لا يعنيني الإخوان المسلمين، ولكنني أؤمن بأن لهم حق بممارسة العمل السياسي والوصول للسلطة في الدول التي تسمح أنظمتها بذلك. ويجب علينا في دول الخليج ألا نهتم بهذا الأمر وألا ندخل في معارك معهم. علينا في دول الخليج أن نهتم بأنظمة الحكم وتطويرها وإجراء الإصلاحات التي تحتاجها الشعوب لتستمر مع حكامها. مرة أخرى أؤكد على أن دول الخليج لديها شعبية عالية وشرعية كبيرة، الشعوب تثق بحكامها، وهذا لا يعني ألا تقوم هذه الدول بعمل إصلاحات، ولا يعني هذا أن يكون هناك عندنا نموذج واحد يجب أن يتبع. الكويت لديها تجربتها في طريقة الحكم تختلف عن دول الخليج الأخرى، عمان لديها تجربتها المختلفة، تجد هناك تطابق بين تجربة السعودية وقطر. البحرين لديها وضعها الخاص. نحن لا نفهم إلى هذه اللحظة لماذا تم سحب 3 سفراء، طبعا مع التأكيد على أن الإمارات لم يكن لديها سفير معتمد لتسحبه، بالإضافة إلى أن البحرين يعني من الواضح أنها مغلوبة على أمرها، ولم تكتفي يعني بمسألة سحب السفير، بل وصل الأمر إلى أن قام مستشار ملك البحرين اللي هو الدكتور محمد جابر الأنصاري بالتهجم على دولة قطر وعلى عمان، بل وجه نصيحة بطريقة لا تليق إلى دولة قطر، إذ قال على قطر أن تتذكر أنه لم يحك جلدك مثل ظفرك، ولن تنفعها عمان وإيران والعراق. وهو بهذه الحالة فصل عمان عن منظومة مجلس التعاون. إذا كان لسلطنة عمان سياسات تعتقد بأنها صحيحة فيجب أن تحترم، ويجب ألا نعمل على تجزئة مجلس التعاون بأي شكل من الأشكال. هذا ما نراه نحن هنا في دولة قطر. يعني حتى السعودية لم يخرج مسؤوليها ليتكلموا بهذه الطريقة تجاه عمان أو تجاه دولة قطر. فأنصح الإخوان في مملكة البحرين الغارقين في المشاكل بألا يكونوا ملكيين أكثر من الملك، خصوصا أنه لا توجد أي مشكلة بين دولة قطر ومملكة البحرين، ودول الخليج كلها وقفت مع البحرين عندما تعرضت للأزمة الأخيرة. مرة أخرى يجب ألا ندخل نحن في صراعات فكرية. الأستاذ رياض الصانع رجل قانون وأستاذ قانون، يعرف بأن الأفكار لا يمكن تجريمها ولا يمكن محاسبتها. الجريمة تحتاج إلى أمرين، ركن مادي وركن معنوي. اعتناق الأشخاص لأفكار لا يعني إدانتهم إلا إذا قاموا بأفعال مجرمة تضر بالصالح العام. أما مسألة أن احنا ندخل في صراع ونصنف الإخوان بأنهم جماعة إرهابية فهذا سيجعلنا في حرج. كيف سنتعامل مع نواب الإخوان المسلمين أو من أو الذين يعتنقون فكر الإخوان المسلمين وإن لم يكونوا يتبعونهم بشكل تنظيمي في الكويت؟ كيف سنتعامل معهم في البحرين مع أنهم يعني جزء من النظام بشكل أو بآخر، وفي الكويت بشكل أو بآخر أيضا هم جزء من النظام. هناك عدد بسيط جدا منهم موجود يعتنق هذا الفكر في الإمارات. لماذا علينا أن ندخل كل هذا المعترك وهم يعني عدد محدود جدا؟ لماذا علينا أن ندخل في كل هذه المعارك لصالح من؟ نحن حقيقة نحتاج إلى أن نصلح من شأننا وأن نركز على الداخل بدل من أن نخلق صراعات. دولة قطر تعتقد بأنه يجب
أن تكون مصر يعني يكون هناك حل في مصر، هذا ما لمسناه من التصريحات، حل توافقي ليس شرطا، يعني أنا شخصيا أعتقد بأنه ليس شرطا أن يعود الدكتور محمد مرسي للحكم، ولا معنى هذا أن يكون السيسي هو أغلى من دولة قطر عند بقية أعضاء مجلس التعاون. نحن في دولة قطر عضو مؤسس في مجلس التعاون ويجب نعم. المحافظة بس عفوا أستاذ عبد الله، عذرا عن المقاطعة، بس خلني أرجع حق سؤالي، ما هي المواقف القطرية التي فسرها أشقائكم في دول مجلس التعاون بأنها تهدد أمنهم القومي؟ يجب أن تكون واضحة، يعني البيان نفسه يجب أن يفسر وأن يكون أكثر شفافية. إذا كانت دولة قطر تهدد مجلس التعاون، فنتوقع أن تقوم الجهات التي تتهم دولة قطر بأنها خطر على الأمن القومي لمجلس التعاون بتبيينها لشعوب مجلس التعاون. نحن لا نعرف حتى هذه اللحظة لماذا تم السحب، والدليل على ذلك أن الشقيقة الكويت وسلطنة عمان، شقيقة سلطنة عمان، لم تقوما بسحب السفير، وأنا على يقين بأن ما يحدث بيننا وبين السعودية هو مجرد سحابة صيف واختلاف وجهات النظر. طيب ماذا عن حديث السيسي في جميع الأحوال يجب ماذا عن كلام الأستاذ سعيد توفيقي بأن تاريخ الخلافات القطرية السعودية طويل، وهو أكبر من موضوع خلاف على دعم جماعة الإخوان وعدمه؟ الخلافات موجودة حتى في البيت الواحد، هناك خلاف بين الأخوة، الكويت أيضا كان لها خلافاتها أو لديها خلافاتها في السابق بينها وبين السعودية، هذا لا يعني يعني أن تكون هناك هذه الخلافات دائمة، وليس من الطبيعي ألا يكون هناك خلافات دامنا موجودين على أرض الحياة، فيجب أن يكون هناك اختلاف بيننا. أنا أختلف مع ابني في البيت وأنت تختلف مع أخيك في البيت، هل يعني هذه عداوة؟ لا يعني أن هناك عداوة، والخلافات أمر طبيعي ويحدث بين الدول، حدثت بين أمريكا وبين فرنسا عندما أتت المسألة إلى العراق وغيرها من المسائل، حدث اختلاف بين بريطانيا وفرنسا من جهة بتسليح، كان يريان يعني الدولتين كانتا تريان ضرورة تسليح المقاومة في سوريا للدفاع عن أنفسهم الثوار، ألمانيا لها وجهة نظر أخرى، هذا اختلاف، لكن يجب ألا يتحول الاختلاف في وجهات النظر إلى خلاف حقيقي يؤثر على منظومة مجلس التعاون بأي شكل نعم. من الأشكال. نعم راح أرجع لك أنا أستاذ عبد الله، لكن دعني الآن أنتقل للأستاذ رياض، وكلام الأستاذ عبد الله واضح، إحنا لا يجب أن نجرم يعني جماعة معينة بحسب يعني أفكاري. ابتداء يعني أنا بس أبي أؤكد وبصورة واضحة غير قابلة لللبس، أنا لم أذكر ولم أجرم الإخوان المسلمين ولم أطالب ولم أؤيد، بالعكس أنا أثني وأتضامن مع كل من يطرح بأن أي جماعة سياسية لها حقا أن تعبر عن رأيها بأي شكل من الأشكال، وأتفق معك بأن أي فعل أي جريمة يجب أن يكون لها فعل مادي وأن يكون لها قصد جنائي، الهدف منه هو ارتكاب الجرم المعين على أساس يعاقب عليه. وبديت كلامي قلت ان احنا في الكويت بالاساس اول ما بدت الاخوان حركه الاخوان المسلمين بدعوه وباتصال من مؤسسها سعد الحسن البنا واتصاله مع عبد العزيز العلي ووروده الى الكويت، وهذا كان قبل 5 سنين قبل تاسيس جمعيه الارشاد، حتى رغب المؤسس ان ما يسميها اخوان نظرا للخلافات اللي موجودة في مصر وفي الوضع هناك حتى لا يصير فيها تكشف، وقلنا ان احنا في الكويت ان هناك رابط تاريخي وثقة كبيرة وشخصيات لها بنان اسست الدولة، واليوم منتشرة في كل مناحي، سواء هو معترف ان اخوان او ان متعاطف مع الاخوان، وان لهم سياسة فنية في الصبر والتستر وعدم الإظهار وفنية في التعامل أدت إلى نوع من التوافق الغريب والمستمر والغير معلن ما بين السلطة وما بين هالجماعة. احنا تكلمنا ان الحين اليوم حتى لما زاد النشاط السياسي وانتقل إلى مرحلة أخرى في الكويت وبدت أن تختلف الوجهات من الوسطية وانتقلت إلى أفكار سيد قطب وبعض الإخوان اللي طلعوا واللي كفروا واللي مثلا يرى بأن القدة بالقدة حذف القدة واللي ردوا عليهم وصار هالنقاش هني، حتى الإخوان المسلمين أو المتعاطفين تقسموا، جمعية الإصلاح صارت اليوم بروح، وفي ناس يقول لك احنا لا إخوان ولا شيء، احنا جمعية خيرية، يبقى
ماشيين بما يرضي الله لنشر الدين والدعوة والنشاط الاجتماعي. وانتقل النشاط السياسي لهذه المجموعة تحت مسمى حدث الحركة الدستورية الإسلامية. فهذه ولو ان انا اشوف يعني دستورية وإسلامية قد تكون فيها نوع من التضارب، ولكن هذا شأنهم. وهذه للمجموعة اليوم بدأت تاخذ حرية اكثر ورفعت الحرج عن الناس اللي هم من المؤسسين ومن الناس الثقال في واللي عرفهم التاريخ بعدم نشر حتى فكرهم او عملية ان هم ما يواجهون في كثير من المسائل، ودائما يحلون امورهم بالتستر بالاتصال غير مباشر مع الجمهور وانما مع المسؤولين ونوع من الترابط. واليوم يمكن انا ما اخفيك ان بالكويت ما صرت تعرف منو اللي من الاخوان او مو من الاخوان، بالعكس الناس كلها مثل ما قالوا اغلبهم هم مجموعه سمحه طيبه لها كيانها لها نظامها، باستثناء ما حدث بالسنين الاخيره. النقله اللي احنا قاعد نتكلم عنها او الفتره الاخيره، احنا ما نقول اجتث اي جماعه او كلم اي جماعه، احنا نقول ان اليوم الساحه العربيه وصلت الى اقتتال باسم المذهب وباسم الدين بكل الفئات، سواء من الاخوان من سلف من شيعه متطرفين من 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 من، فاصبح الامر حساس لان في ارواح قاعد تزهق، وان ما كانت عندك بالخليج ولكن قاعد تزهق بشكل يومي في دول محسوب عليك، يعني سواء في سوريا في لبنان في ليبيا في تونس في العراق، آلاف القتلى قاعد تصير وجثث وجرائم بشعة يومية. فإحنا يجب أن نكون، لأن هؤلاء الجماعات من اللي يعطيهم تموين أو يعطيهم مصدر؟ أنت اليوم ما في مال تعتمد عليه هذه الجماعات 70% إلا مال الخليج. فبمنطق العقل يا جماعة الفكرة اللي احنا قاعد نتكلمها، سواء احنا منظمات غير حكومية NGO نشطاء مراقبين قانونيين، يا اخي خلنا ننضم صف واحد وندفع بالقادة ان يجتمعوا وان يتفقوا على وعد هذه الفتنة وتخفيف عملية الازهاق الروح اللي قاعد تصير في الاوطان العربية. انت ايش تستفيد اذا مثلا مصر مات كل يوم 50 ولا 60 واحد ولا تفجر؟ ايش تستفيد شي يصير بسوريا؟ ايش تستفيد لما تكون مثلا سواء انت مع الشمال او مع اليمين؟ لكن حينما نتحد نحن ونضع اطار معين واتفاق معين عما يحصل، لا يبا انا لا ادعم مثلا جماعة السيسي ولا ادعم جماعة مثلا مرسي، لا ادعم او ان مثلا عايزين ندعم بطريقة معينة، ولا اترك لجان خيرية تروح، ولا اترك مجاهدين، ولا كل شوية طالع لي واحد شايل قشة ومسوي روحه بيروح يفجر نفسه او بينضم مع فلان او بينضم مع فلان، هذول كلهم خليجيين وعرب من ربعنا وفي من الجانب الثاني. احنا كل اللي قاعد نتكلم عنه هذه الجماعة هذه الثقافة، لانها مع الوقت راح تسحبنا الى مشاكل احنا في غنى عنها. احنا يجب ان نوصل، يا اخي ما يخالف انت مثلا عندك نشاط سياسي كيفك، انت بتساهم مثلا من خلال الوضع الديمقراطي نظامك يسمح مثل ما تفضل الاستاذ عبد الله غيره غير اوكي، لكن انت لما تعطي واحد يبي يفجر بروحه تعطيه القنبله نعم هني صرت شريك. واضحه هذه النقطه، راح ارجع لك انا ابو حمد على هذه الجزئيه. انا بس ابي اختم واريد ان اذكر، لاني انا ذكرت اسم الامير نايف وقلت مقالته، هو الرجل يعني شو يقول، يعني انا اساس كوزير داخليه يقول ان بدايه الحركات الدينيه هي كانت حركات الاخوان، وثقافه الانشقاقات والتفسيرات اللي صارت جهادية كانت ترجع من مؤلفات سيد قطب وتعتمد عليها. ويقول ان احنا استهلكنا وقتا وجهدا مئات والاف السنين
في هذا الأمر، وأصبحت الحركات الدينية تفرز بالعشرات وأدت إلى مثل هذا الأمر. اللي أبو صلي إنه يا أخوان اليوم كل ما له الطوق الأمني والانفلات الأمني قاعد يقرب علينا ويأثر على تواصلنا. لا تصور نعم بس انا عشان الوقت بعد اذنك ابو حمد راح ارجع لك، كان عندك سؤال كنت بتوجهه ابو فيصل حق الاستاذ عبد الله العلوي. سؤال وايضا ارد شويه على الاخ رياض، بس خلني اخذ سؤالك قبل. اذا لا انا بس ودي امانه بما ان الاستاذ العذبه موجود معانا، ارجو ان يفهم وتصل رسالتنا. يعني انا الحين اوصل رساله الكويتيين او على الاقل معظم اهل الكويت ان احنا نشعر بالاسى والاسف للسياسة القطرية على الأقل في الجانب الإعلامي. أنا الآن أخ عبد الله لا أريد أن أقول أنني أصف مع السعودية والإمارات والبحرين ضد قطر. أنا أعرف أن مكانة قطر عندنا إحنا الكويتيين، وأعرف دور قطر في الأكبر أزمة واجهتنا وكانوا معنا، لكن إحنا نشعر بالأسف والأسى من السياسة الإعلامية لقناة الجزيرة. أنا صحفي من 30 و40 سنة وأعرف ماذا تعني حرية الإعلام، لكن أعرف أيضا أن والله كيف كانت بعض البرامج في قناة الجزيرة تكون موجهة للكويت لسنوات وما يكون لها موضوع آخر غير الكويت والإساءة للكويت ورموز الكويت. تقول لي أن هذه حرية الإعلام؟ لا، أنا أفهم هالشيء هذا عند السعوديين إذا كانوا هذا الشيء هو اللي سبب الخلاف، وإن كنت أقول أن والله سبب الخلاف أكبر من مجرد بعض المواضيع اللي تطرح في الإعلام، لكن هذا احنا. وانا سادافع عن قطر في اماكن كثيره وسوف ادافع، لان انا قطري وسعودي وبحرين، ليس كلام انشائي. انا كنت اقول حق عبد الوهاب ان احنا مرينا في ازمه ما مر عليها اي خليجي ربما اي عربي. احنا صحينا الصبح ولقينا الجنود والدبابات والقتل والاغتصاب و و و وراينا ان هناك من يقف مع صدام. هنا عرفنا قيمه الخليج كاقليم موحد ونفس واحد. يعني مثل ما كان يقول الملك عبد فهد رحمة الله عليه، يا نعيش سوا يا نموت سوا. أرجو أن تصل هذه الرسالة. وأيضا في نفس السؤال، إن هل أنت يا عبد الله وأنت صحفي وإعلامي مقتنع بأن والله هذه هي رسالة الإعلام اللي تقوم فيها قناة الجزيرة؟ تفضل أستاذ عبد الله. أولا أنا أشكركم مرة أخرى، بس بالنسبة لمسألة قناة الجزيرة، قناة الجزيرة ليست منزهة عن الخطأ، وأنا هنا لست متحدثا باسم قناة الجزيرة، وأعتقد بأن هناك وسائل إعلام أخرى كثيرة وقنوات فضائية كثيرة تنافس قناة الجزيرة. لماذا لم تستطع هذه القنوات ووسائل الإعلام هذه أن تقدم ما هو أفضل من الجزيرة لكي حتى تنافسها الجزيرة؟ يجب ألا يتحول الحديث هنا من خلاف بين بعض دول مجلس التعاون إلى حديث عن قناة الجزيرة. لسنا هنا لمناقشة قناة الجزيرة وسياستها الإعلامية، ولست معنيا بذلك ولا تعني الجزيرة من خلاف أو بعيد. السياسة الإعلامية القطرية جزء من الخلاف. طيب دعني أكمل كلامي بس إذا سمحت. بالنسبة إلى مسألة السياسات للخارج، يعني مثلا عندك سلطنة عمان لم تدعم صدام حسين عندما قال بأنه حارس البوابة الشرقية، بينما كانت دولتي دولة قطر والسعودية وبقية دول مجلس التعاون تدعم صدام حسين ماليا وإعلاميا وغير ذلك. ثم ارتد هذا الأمر علينا، ولكن عندما تعرضت الكويت للغزو الغاشم كانت كل دول مجلس التعاون حولها. أبي كان من ضمن الذين شاركوا في تحرير الكويت، أنا أبناء عمتي وأبناء عمومتي موجودين في الكويت مثل ما تفضلت يا أستاذ. ما يمس الكويت هو يمسنا بشكل أو بآخر، نحن بيت واحد، ولكن هذا لا يعني أن نكون على رأي واحد، لنا آراء مختلفة، ولكن إذا جاء الصدق إحنا عيال قباية وعيال عرب كلنا بنوقف مع بعض في جميع الأحوال. ومن يضمن لنا الآن بأن دعمنا للسيسي بأن لا يرتد علينا كما ارتد علينا دعمنا لصدام حسين الذي عاد وانقلب على الكويت وهي في خاصرة جزيرة العرب ولؤلؤة من لآل الخليج العربي؟ السيسي نفسه وبشار الأسد وغيره هم من يدفعون إلى عملية العنف والقتل. عندما تقوم بمجزرة، ألا تعتقد بأن لهؤلاء آباء وأهل؟ عندما تقوم الأنظمة بعمليات إرهابية وإبادة جماعية، ألا تعتقد أن تكون هناك ردة فعل أو دفاع شرعي عن النفس
ولا تخلق أنت مآسي في بيوت كثيرة، يجب أن تكون هناك معالجة. شخصيا أنا ألمس عند عدد من صناع الرأي في قطر هنا من صحفيين وكتاب بأن السيسي سيكون قنبلة موقوتة ولن تستقر مصر إذا لم يكن هناك رئيس توافقي شخص آخر، ويجب ألا يكون السيسي بديلا لقطر. ما زلنا لا نفهم لماذا يتم استدعاء السفراء أو سحب السفراء بمعنى أصح من دولة قطر من أجل السيسي. يعني هذا أمر يعني صراحة غريب جدا. يعني مثلا عندك في إحدى المرات بعد يعني كان الشيخ زايد رحمه الله يعني في مصر وأساء لدولة قطر، لكن نظرنا إليه بأنه والد واحد شيبان الخليج ويمون علينا، ومشت المسألة بشكل ولم يتحدث حتى مسؤول قطري عن هذا الأمر. ولكن الآن تستغرب بأن هناك حساسية زايدة. في إحدى المرات تجد أحمد الكبيسي الذي بعث يعني من الإمارات وذهب على أحد منابر العراق وشتم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق الأمير الوالد بألفاظ نابية، ولكن قطر يعني نظرت إليه بنظرة إن تحمل عليه تلهث وإن تتركه يلهث وكأنه لم يحدث أي أمر. يجب ألا يكون هناك تحسس. مجرد أن يخرج الشيخ يوسف القرضاوي ويتحدث بمثل هذا الحديث يتم استدعاء سفير قطر، وفي الآن ذاته نقول بأن نحن يعني ليس لدينا مشكلة مع دولة قطر، ولكن استدعينا سفير دولة قطر لنحتج على شخص آخر ليس بقطري. يعني هذا أمر لا يمكن تفسيره بأي شكل من الأشكال. نتمنى أن نصل إلى أرضية مشتركة، تختلف آراءنا ولكن نحافظ على وحدة البيت الخليجي. متى سنصل إلى ذلك؟ أتمنى أن يكون ذلك في القريب العاجل جدا إن شاء الله. كان عندك أيضا تعقيب فيصل على كلام أستاذ رياض. نعم، الأخ رياض ما شاء الله محامي، فما راح أقدر ما شاء الله. لا لا أخ رياض، أنا أعيد وأقول أن المسألة الآن اللي قاعد أنت قاعد اللي قاعد تشخص الأوضاع في الوطن العربي كله، من اليمن من ليبيا من تونس من الجزائر من مصر وسوريا وتقول كلام انه والله خلينا نجمعهم، هذا كلام يعني ما يطبق. لا يطبق، انا اختلف وياك. زين اكمل شوي بس بعدين. انت ما شاء الله محامي. لا انا ما زلت اقول ان هذا اللي قاعد يصير الان ليس فقط لان هناك ثورات، انا اقول ان هذه الثورات كانت رد فعل لحكم استمر لعقود لم يجني منه الوطن العربي بكل اقطاره سوى الدمار. كان اللي هما الوطن يعني يختزل بشخص الرئيس، ليس فقط حارس البوابة الشرقية، إنما أنا يعني لا أريد أن أتكلم فقط عن أنا، والله أنا رحت دولة وسوها أسميها، أنا رحت سوريا مرة واحدة في حياتي. استغربت أن لما طلعت من المطار ليس فقط صور الرئيس حافظ الأسد اللي إحنا نحفظ له في أنه والله وقف معانا لأسباب معينة، يعني الحق يجب أن يقال، لكن الآن الوضع ركز على الغزو. هاي. لا هو انا لا استطيع ان انسى لان هذه مرحله مفصليه. المهم طلعت من المطار مطار دمشق واشوف صور، هذا شيء طبيعي ان يكون صور الرئيس موجود لان كل الاقطار العربيه فيها صور الرئيس. انما طلعت وهو ان له ابن توفى بحادث سياره، ولا بشارك في كثير من يمكن 20 30 يافطه كلها، والله حتى سبحان يعني استغفر الله قد يكون فيها نوع من ما يتعرض الدين، يعني أبشروا يا أهل الجنة من الأنبياء وبمقدم باسل لكم. هذه الدول يعني اللي اختزلت الوطن في شخص الرئيس، فبالتالي في طوال 50 و60 سنة لم يعودوا المواطنينهم على ثقافة الرأي والرأي الآخر وثقافة الديمقراطية. فجأة بين يوم وليلة، على فكرة يعني أنا كنت أتمنى، لكن ممكن ما نتمناه المرء يعني يصير، يعني أنا كنت ما أتمنى أن ينهار نظام حسني مبارك بهذه الطريقة. يعني أنا كنت أتمنى دولة مثل مصر لا يعني ثورة إذا ما كان لها قائد ولم يكن لها فكر ولم تكن لها فلسفة يكون هناك الدولة متجهة إلى هاوية. إيران يعني الثورة في إيران أسقطت الشاه وعرش الشاه وما أدراك ما الشاه، لكن كان في الثورة كان لها قائد كان لها فكر. الآن ليس مطلوب أنه والله أن تؤيد هذا القائد وهذا الفكر، لكن الدولة ما راح تنهار موجودة. لكن ما حدث في مصر استعجال كبير وحشود إلى الشارع من أجل إسقاط حسني مبارك دون ما يكون أن يكون هناك بديل. يعني ما حد دولة مثل مصر تقعد فترة طويلة إلى الآن بدون رئيس بدون حكومة بدون استقرار. طيب الآن أنا لا أدافع مرة ثانية لا أدافع عن أحد، أنت تقول أنه والله خلينا نقول والله
لا أوقف مع السيسي ولا أوقف مع مرسي. ليش أخ رياض؟ ليش؟ ما أنا قاعد أقول لك على شغلة، أنا كنت مع مرسي لسبب واحد، والله لا أعرف الرجل، إنما يعني كان في ناس وقفت بالطابور رمت ورقة الانتخاب، إجا مرسي لأول مرة، لا أعيده، أنا لا أعيده، على الأقل أنطر فترة شوف حساباته، شوف سياساته، احكم عليها. نعم. وبالمنطق واضح هذا الكلام وفيصل، وبالمنطق ثم عذرا على المقاطعة، أنا بس لازم عندي فاصل قصير آخذه وأرجع إن شاء الله نستكمل، راح ترد إن شاء الله بس بعد هذا الفاصل. أعود لكم مشاهدينا الكرام في المحور الأخير من حلقة اليوم، وهو مستقبل العلاقة مع إيران. لكن قبل أن أنتقل حق هذا المحور، أبو حمد كان عندك تعقيب على كلام أستاذ سعيد. على عجالة، أنا أريد أن أثبت سواء للخليج أو للأمة بأن ما قاعد تدخل فيه الأمة مو والغمة التي قاعد تمر فيها الأوطان العربية هي بسبب الربط الاعتقاد الديني والمذهبي بقيادة الدولة، وكل واحد يعتبر نفسه انه هو قاعد يطبق اعتقاد بان هذا المذهب او ان هذا الاعتقاد هو الصح وانه اللي يجب ان يحكم، وهذه النتائج ادام مدام المتفاوضين او المتحاربين كل واحد يعتبر نفسه متبوع قاعد يطبق شرع الله وان غيره باطل وهو على حق، فإذا الاقتتال راح يستمر والوضع راح يكون عليه. الدولة المدنية يجب أن تتسع للجميع، الوطن للجميع، والاعتقاد بينك وبين رب العالمين، لا تفرض اعتقادك على غيرك علشان تمشي الدفة. وصحيح إذا كان الخطأ اللي حصل أنه إن كان هناك بعض الدكتاتوريات وبعض الأمور التي تحتاج مثل ما حصل في سوريا، ولا نقول أن النظام السوري صحيح، ولكن إذا أنت كل واحد طالع لي يبي يطلع من منهج فكري ديني معين، وهذا في سوريا 60 دين. نعم. و60 مذهب، وكذلك في العراق. نعم. وكذلك في الكويت. هذه نقطة. النقطة الثانية، احنا ما قلنا ان بالنسبة لمصر ما ندعم، احنا ندعم الشعوب بما يتفق مع مصلحتها، مصلحتها مثل ما قال اخو يعني الاستاذ يقول لي انا مرسي لان الناس وقعت رمت التصويت، ما هم حطوه بالتصويت ترك رجل، يعني هم عندهم وجهات نظر ان اضر بالقضاء، اساء الى تنظيم الدوله، اخطا عده مرات، كان يودي كان يجرهم للهاويه، ولهذا ظهرت الحشود في الشارع، يخلون الدم والاقتتال بالشوارع، تدخل الجيش عشان يفض المجازر، ولا راح يصير معاك بسوريا. نعم. بمصر مثل ما صار بسوريا. شكرا شكرا ابو حمد. انا خليني انتقل، انا ما بقى لي لهذا المحور، ما بقى لنا وقت وايد، انتقل الى الاستاذ عبد الله بن حمد العذبه. استاذ عبد الله، زياره تاريخيه للرئيس الايراني وتلبية سريعة لدعوة سلطنة عمان لزيارتها، ما هي قراءتك لهذه الزيارة؟ نتائج هذه الزيارة، العلاقة العمانية الإيرانية، العلاقة القطرية الإيرانية، مستقبل العلاقة بين دول مجلس التعاون وإيران، وهل من مصلحتنا أن يكون لكل دولة يعني طبيعة خاصة في تعاملها وتعاطيها مع إيران ولا لا؟ تفضل. الزيارة غير مستغربة، طبعا الرئيس السابق أحمد نجاد قام بزيارة كل دول مجلس التعاون دون استثناء، وتم الترحيب واستقبال استقبال رسمي، وزار يعني كل دول الخليج، وحتى حدث التعاون، يعني حتى خاتمي كان هناك تعاون بين وحدث تقارب بين السعودية وبين إيران في فترة خاتمي. أعتقد بأن إذا كانت إيران صادقة ولديها نوايا صادقة في التقارب مع مجلس التعاون والوصول إلى حل في ملف سوريا وغيرها من الملفات، أعتقد أن التقارب مطلوب جدا ومهم. إذا كانت إيران تشعر بالفعل بأن بإمكانها أن تصنع يعني منطقة هادئة بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. بالنسبة لزيارته إلى عمان، طبعا عمان دائما لديها سياسة قديمة وتعامل قديم جدا مع إيران، لكنها لم تضر هذه العلاقة بأي يوم من الأيام بمجلس التعاون ولا منظومته، وما لا أرى أي بأس فيها. بالنسبة لعملية التعامل، يعني ليس هناك موقف واحد، الكويت لديها موقف مختلف في طريقة التعامل مع إيران بحكم قربها وبحكم وضع العراق،
البحرين أيضا لها وضع خاص، وعلى الرغم من وجود التوترات العميقة مع إيران مع بعض دول الخليج وما ترفعها، إلا أنها لم تقم بسحب سفرائها من إيران وقامت بسحب السفراء من دولة قطر للأسف. يعني صاروا الإيرانيين أقرب منا، يعني يمكن لو قطر تصير مشاغبة أكبر أكثر أو دولة أكبر حجما يمكن ما حد يسحب من ما يسحب سفيرة من عندنا، بالعكس ويتقربون أيضا. وهذا شيء يؤلمني أن يكون هناك سفراء لدول مجلس التعاون في إيران ولا يوجد لهم سفير في قطر، وأتمنى يعني أن تكون هذه سحابة صيف عابرة. نعم. ويتم حل هذا الأمر. قبل أن نتحدث عن إيران علينا أن نتحدث في شأننا الخليجي وأن نصل إلى حلول حقيقية وتفاهمات. نعم. بحيث أن يكون هناك فعلا رأي ورأي آخر ولا أحد يمتلك الحقيقة. نعم. البعض بعض المراقبين يعني في تحليلهم للوضع يقولون بأن إذا طالت هذه المقاطعة الخليجية القطرية قطر قد يعني تختار إيران كبديل استراتيجي لها على المدى البعيد، هل هذا التفسير في محله ولا لا؟ أعتقد بأن إيران تحاول التقرب من دولة قطر، لكن طبعا كما يعلم أي يعني مبتدئ في الجغرافيا السياسية يعلم أن السعودية هي العمق الاستراتيجي لدولة قطر بصفتها يعني شقيقة، بالإضافة إلى التكامل يعني والتلاحم والنسيج الاجتماعي الواحد. أنا أبناء عمومتي موجودين في السعودية وموجودين في الكويت وموجودين في البحرين وموجودين في الإمارات وموجودين في عمان وأصدقائهم في كل مكان. في جميع الأحوال لن تقوم قطر بالتحالف مع أي دولة خارج منظومة مجلس التعاون على حساب المنظومة، وإن حاول البعض التقرب من دولة قطر، دولة قطر دائما تعرف ما هو عمقها الاستراتيجي وتتصرف بحكمة بما يخدم مصالحها دون أن يضر بمنظومة مجلس التعاون، كونوا على ثقة من ذلك. نعم أستاذ سعيد. نعم. مستقبل علاقة مع إيران، زيارة الرئيس الإيراني لعمان، وأن يعني كل دولة خليجية لها علاقتها الخاصة بإيران سواء كانت سلبية أو إيجابية، هل هذا يعود بالصالح العام لدول مجلس التعاون؟ نعم. هو بس أرد على الأخ عبدالله العذبة أنه يقول أن السعودية والإمارات والبحرين لم تقم بسحب سفيرهم سفرائهم من إيران، هو لأن هنا كما يقال العتب على قدر المحبة. يعني على فكرة ترى يعني حتى السعودية حتى الآن في عمق أو يعني أكثر خلافاتها مع قطر لا يعني علاقتها تظل أفضل من علاقتها مع إيران، هو أن فقط يعني أنا أعتقد أن السعودية وضحوها يعني أنا من خلال متابعتي لبعض الإعلاميين اللي يطلعون على قنوات الفضائية وفي الإعلام أن كان يقولون أن حتى إلى الآن إحنا علاقتنا مع قطر رغم يعني سحب السفير هو علاقة يعني أفضل من علاقتنا مع إيران. لكن أنا عبد الوهاب تعليقي على زيارة الرئيس الإيراني لعمان، أنا أمانة سياسة حكومات دولنا الخليجية تحيرني أمام إيران. يعني أنا ما أدري هل إيران هي فعلا يعني كما يصور لنا أن هي تهدد أمن المنطقة أو أن هي والله ليست لا تهدد أمن المنطقة. إذا كانت تهدد أمن المنطقة ما في أفضل من الوضوح. أنا أرى أن كل أن علاقات الحكومات مع إيران، علاقات دولنا مع إيران علاقات أفضل من جيدة، يعني علاقات الإمارات مع إيران أفضل من علاقاتها مع السعودية ومع طبعا تجارية ها يعني الطيارات والموانئ وما إلى ذلك. بالعكس يمكن الإمارات أو دبي بالذات كانت رأت إيران، وأنا لا أقول أن هذا شيء خطأ، لكن لا يقولون مثلا أن والله علاقاتنا مع إيران سيئة وهناك حركة كبيرة تجاريا واقتصاديا وما إلى ذلك. وكذلك السعودية أيضا لديها علاقات جيدة مع إيران، وإذا كانت علاقتها سيئة لكان أوضح يعني كان واضح هي لديها حتى استثمارات في إيران. أما والله يعني أن إيران هل تهدد الخليج، أنا أقول شغلة، إحنا طبعا دول الخليج ليس لديها أهداف داخل إيران، يعني الدول الخليج ليست لديها مشروع توسعي سواء ليس بالمفهوم الجغرافي، يعني إيران ليست لديها أطماع بأن تحتل، لكن هناك يعني على الصعيد الفكري إيران دعمت خلايا موجودة في الكويت ودعمت خلايا وعدم استقرار في البحرين، وهذا اللي يعني ينعكس في أن وجود عدم ثقة بين الشعوب وبين إيران. زيارة روحاني لعمان يعني فعلا غير مستغربة، لأن ممكن غدا يأتي الكويت، يعني هذه زيارات بين الدول لا تعني أبدا أن هناك علاقات جيدة،
بالعكس يمكن يعني رئيس الإيراني يزور السعودية ويتم كذلك بالعكس، لكن أيضا تجد بعدها بأيام هناك يعني خلافات بين الدولتين. إيران أنا أكرر مرة ثانية هي طبعا كما يقال بالعالم بالعامل الجيوبوليتكس هي دولة موجودة لا نستطيع أن نتجاهلها ومؤثرة، لكن كل ما نتمنى أن يعني أن دولنا يعني دولنا تكون لديها علاقات فيما بينها أقوى بكثير من علاقتها مع إيران. نعم أبو حمد على نفس هذا المحور. الحقيقة أنا أشوف يعني اليوم ضرورة التواصل مع إيران ضرورة ملحة، بل هي قدر، وأشوف أن إذا عمان لها اتصال طيب في إيران أو قطر لها اتصال طيب فهذا شيء مشجع أن إحنا يعني نوصل إلى حلول إلى قضايا رئيسية وفي مقدمتها قضية سوريا. اليوم الاقتتال شبه يومي مدعوم بشكل أو بآخر من خطوط متناقضة، ما يصير إحنا مثل ما تقول نصير مثل النعام نغطي رأسنا، الخليج يدعم مجموعة وإيران وتواصلها مع مثل ما تقول المتفقين معها مثل حزب الله وغيره قاعد تقاتل في الساحة. فأنت لما توصل مع إيران إلى حل هذا سوف ينعكس إيجابا على شعب قاعد يقتتل شبه يومي، أفضل من ما أنك أنت تجمع مساعدات وتودي وتحط ويروحون لجهاديين. لا يبقى تعال خلنا نصفي الطبخة وياهم شوف شو يبون جماعة، هذه نقطة مهمة. ونبي يعني هي المسألة اللي قاعد تصير عقائدية هذه أن تحل. إيران ما عندنا مشكلة معها، يعني إيران موجودة والخليج موجود، لا تقدر تشيل إيران ولا تقدر تشيل الخليج، فإذا أنت رضيت أو شئت أم أبيت فهذا واقعك. فاليوم أي واحد يحاول أن يعادي إيران أو يخرجها من الحساب السياسي هذا ما عنده نظرة سياسية ولا يفهم. فإذا أنا رأيي الشخصي اليوم يجب منظومة الخليج ككل ان هي تتقارب مع ايران، والحل اللي بايدنا مع ايران هو الحل الودي. واليوم يبقى في عنصر مشترك ما بين الخليج وايران، في بيننا وبينهم ود، بيننا وبينهم نسب، بيننا وبينهم اتصال معين، يعني هذا وان كان هناك اختلاف في المذهب بعض هذا، لكن تبقى المساحة الكبرى في إيرانيين يحترمون الوضع العام وما تؤثر عليهم عملية الاعتقاد في التعاون، تملت المصلحة السياسة مصلحة. وإذن مثل ما تفضل أخونا قبل شوي أبو فيصل، اليوم دبي عندها يعني شبه نشاط عمق تجاري ضخم مع إيران، الكويت بينها وبين إيران ساعة، هذا أبو شهر لو ينفلت منه برقي إحنا كلنا نموت. فأنت مصلحتك عاجلا أم آجلا أنك أنت تحلها مع إيران، ولهذا أي شيء يعني مو. وبعدين حتى مثل الإمارات مو عندها جزر محتلة تنهي، ممكن نوصل إلى حل توفيقي. السعودية عندها مشاكل مثلا مع إيران في بالنسبة للسياسات الخارجية هم ممكن نوصل لها. الكويت عندها مخاوف كثيرة بسبب المفاعل النووي وبعض العمليات التصنيع والأسلحة ووجود الارتباط البحري والعمق الجغرافي اللي بيننا وبينهم، هذه كلها ممكن نتعاون معاهم يطمنوننا ونطمنهم، تنحل معاهم قضية الصراعات هذه اللي تنعكس إيجابا على المساحة العربية. حتى في قضية العراق اليوم العراق أصبح مقسوم قسمين، بل الأغلب الكف العليا هي لإيران وهذا واقع ما نقدر ننكره. تفاهمنا مع إيران راح ينصب إيجابي لمصلحة الإخوان في العراق، لمصلحة الإخوان في سوريا. فإذا أنا أجد يا عبد الوهاب أن من الحكمة المهمة
أن يجتمع الأخوان في دول مجلس التعاون وأنهم يوصلون إلى تراضي وحل توفيقي مع إيران. نعم واضح هذه النقطة. أستاذ عبد الله من قطر، رسالتك الأخيرة اللي حاب توجهها في ختام حلقة اليوم، تفضل. شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى. دعني أؤكد بأن مهما كان العتب بين الأحبة فلا يصل إلى عملية سحب سفراء. المسألة لا نتحدث نحن عن استدعاء، بل سحب سفراء وبشكل جماعي من دولتين. الأمر الآخر، إذا كانت يعني قطر تتهم بأنها تشكل خطر وأنها تدعم الحوثيين، والحوثيين يتهمون بأنهم أو هم مدعومين بالفعل من إيران، فيجب أن نقوم بسحب السفراء من إيران وليس من دولة قطر إذا كانت فعلا هذه هي المشكلة الحقيقية. نحن يعني أنا شخصيا متفائل جدا بعودة الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه، الحمد لله على سلامته، وأتمنى يعني عندي أمل كبير بأن وساطته بإذن الله ستنجح بين قطر والسعودية، ونأمل بأن يكون هناك مشروع خليجي وهناك توافق، وإن اختلفت بعض الآراء لا يملك أحد الحقيقة أبدا. شكرا. نعم كل شكر لك أستاذ عبد الله بن حمد العذبة من قطر، رأي مدير تحرير جريدة العرب القطرية. الكلمة الأخيرة أخذها منك. نعم. فيصل طبعا يعني للأسف أن احنا بعد 33 سنة من قيام مجلس التعاون الخليجي، بدل ما أن والله يكون الوضع أن لدينا عملة موحدة وأن تكون والله المراكز الحدودية أزيلت ويتنقل الكويتي يصل إلى عمان كما فعل حضرة صاحب سمو الشيخ ياب رحمة الله عليه في إحدى القمم اللي عقدت في عمان، راح أخذ سيارته من الكويت إلى عمان، كان فقط لإظهار أن والله يجب أن يكون هناك وحدة حقيقية. لكن للأسف احنا بعد 33 سنة نناقش اليوم كيف نحتوي خلاف بين دول السعودية وقطر والبحرين، وأن لا يتطور، لأن هناك أيضا عبد الوهاب ما تطرقنا له في خلال الحلقة، أن هناك أيضا قد لا تقف الأمور عند حد سحب السفراء، لأن هناك بدأنا نقرأ تسريبات أن قد يكون هناك مقاطعة، يعني إذا عقدت أي فعالية وأي نشاط وأي شيء في السعودية لن تدعى إليه قطر، أو إذا كان في الإمارات لن تدعى إليه قطر، رغم أننا كنا نتمنى أن يعني يكون العكس. أنا عبد الوهاب بس مدام أن هذه النهاية يعني راح تختم الحلقة، كنت قبل لما تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 81، هناك كان من يرى أن هذا مجلس للأنظمة والحكومات وليس مجلس للشعوب، لأن أساسا بالنهاية الشعوب ليس لديها مشاركة في القرار. واحنا انا كنت من الناس اللي يعني فرحت كثيرا في هذا الانجاز، وكنت اعتبره انجاز، وكنا نقول لباقي العرب من غير خليجيين ان على الاقل ان يعني ليست لدينا مشاكل مع بعض، وهناك القمم مستمره منذ 33 سنه. انا لا اعلم القمه القادمه يعني الخليجيه، لا اتكلم عن القمه العربيه، لما تعقد من يحضرها ومن يقاطعها، لكن ايضا هذا اللي اكد لي ان عبد الوهاب ان مجلس التعاون الخليجي هل فعلا كانت أو كان تأسيس مجلس التعاون الخليجي نتيجة لرغبة وقرار من دول الخليج، أم والله أنه كان بفكرة زبيغنيو برجنسكي اللي كان مستشار كارتر في ذيك الأيام، اللي بعد طبعا حرب فيتنام وما إلى ذلك وسقوط الشاه واختلال الموازين في المنطقة، اللي كان يشجع دول الخليج على أن تكون هناك كيانات تحالفات بينها، وأن تكون والله إذا صار أي مشكلة تأتي أمريكا وتدعمها. الآن بعد 33 سنة أتمنى أن نكون على قدر المسؤولية كلنا، يعني حتى إحنا قاعدين الآن في هذا اللقاء، أن لا نزيد النار حطب، وأن ندعو الجميع إلى الهدوء، لأن ليس لدينا سوى أن نكون يدا واحدة وقلب واحد، لأن فعلا الخليج منطقة مستهدفة من الكثيرين، وإذا ما كنا، وليس هذا كلام إنشاء، إذا ما كنا على قلب واحد ونفس واحد كما كنا أيام الأزمة، يعني لا اعتقد ان هذا الشيء يكون. شكرا استاذ سعد احمد. اخر كلمه اخيره منك محمد قبل اختم الحلقه. حقيقه يعني انا اثني على كلام الاخوان اللي سبقوني، واحب اذكر يعني ان يعني الاخوان في الخليج، اول شيء يعني منطقه الخليج هي منطقه يعني سكانها مترابط ومتناقل، ولهذا وان يعني فصلتها التسميات ولكن هي تبقى شعب واحد. اثنين،
الواقع الدولي والتنظيم العام للعالم وما تفرضه الأوضاع في المستقبل اللي هي باعتبار أن اليوم العالم أصبح قرية صغيرة وأصبح القدرة فيه على من يعلم ومن لا يعلم بدل على من يملك ومن لا يملك. اليوم المساحات أو الدويلات الخليجية هذه إذا تمت منفردة بالصورة اللي يريد البعض أن يجعلها فيها سوف يشكل خطر عليها وعلى مستقبلها ومستقبل شعوبها. وأنا أرى ضرورة أن يكون هناك تقدم فعلي واتحاد كونفدرالي يجمع هؤلاء الدول وبضغط حتى من شعوبهم، وإن كان هناك وقفة نفس أو مثلا فلان قال أو فلان ما قال، لا مو كيفه. احنا اليوم محتاجين إلى تكاتفنا، لو أن كل واحد عنده ميزانية ودخل معين ويبي يتصرف بكيفه ويبي ينشق في النهاية راح يروح. إذن المصلحة تتطلب هو توحيد الصف، ومثل ما يقولون مهما ما كانت الظروف أنا أعتبر أن الواقع ملزم لاستمرار دول مجلس التعاون، وأن يعني أنا أتصور أن ما حصل من سحب سفراء أو غيره هو يقول يعني هذا نوع من العتب، واللي يحبك يعاتبك وإن شاء الله هذه الأمور تنحل، ونتمنى إن شاء الله رجعة صاحب السمو أنه يعني يقوم بدور المنشود إن شاء الله وتلمها المسألة. شكرا أستاذ رياض، وشكرا أيضا موصول لجميع الضيوف اللي شاركونا في حلقة اليوم، ولكم أيضا مشاهدين الكرام على متابعة هذه الحلقة. أشوفكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة. تكونوا على خير.